السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن الشات جي بي تي تاني، وتعتبر الحلقة دي تكملة للحلقة اللي فاتت اللي كانت بمثابة مقدمة عن البرنامج ده أو المنصة دي. عرفنا يعني إيه تشات جي بي تي وهو قائم على إيه والإمكانيات الرهيبة اللي فيه، وكمان تناولنا في الحلقة اللي فاتت إزاي ممكن أستخدم او استغل القدرات بتاع الشات جي بي تي في مجال البحث العلمي والكتابة العلمية. النهاردة تبقى حلقة مختصرة هجيب لكم فيها كده اخر التطورات، ويمكن برضو الحلقة اللي فاتت قلنا ان ابتدى المؤلفين او الناس اللي شغالين في مجال الكتابة العلمية وكتابة الابحاث ابتدوا يتكلموا عن تأثير المنصة دي على الكتابة العلمية وعلى البحث العلمي بصفة عامة، ووريتكم كده بعض الاكزامبلز على الابحاث اللي اتنشرت بتوري تأثير المنصة دي على البحث العلمي. النهاردة برضو جاي لكم بخبر جديد برضو عن البحث العلمي وعن تأثير المنصة بتاع الشات جي بي تي على البحث العلمي، ولكن صراحة انا كنت متفاجئ لما شفت الخبر ده، وهو الخبر ده برضو يخلينا نقعد كده شوية ونفكر هو كده يعني الموضوع خطير وليه سلبيات اكتر ولا الموضوع هيبقى ليه ايجابيات اكتر. يعني هندردش مع بعض شوية في الحلقة دي عن تأثير الشات جي بي تي السريع والكبير في كل مناحي الحياة وخصوصا كمان في البحث العلمي. الخبر اللي معايا النهاردة هو ان من حوالي اسبوع وفي دار نشر شهيرة اسمها السيفير، ويمكن حضراتكم اكيد اتعاملتوا معاها او الناس اللي شغالين في البحث العلمي اكيد اتعاملوا مع دار نشر السيفير، وفي مجلة اسمها نيرس اديوكيشن ان براكتس اتنشر بحث يعتبر بحث مرجعي عن تأثير الارتفيشال انتليجنس او الاي اي في التعليم الناس اللي شغالة في مجال التمريض. مش هو ده الحقيقة المثير في الموضوع، المثير في الموضوع ان الباحث او الاديتور المحرر اللي نشر البحث دوت طبعا بيكتب اسمه هنا كمؤلف، لكن اللافت المؤلف التاني اللي ساعد المؤلف الاول في كتابة البحث كان صادم، كان الشات جي بي تي. احنا لسه بنتكلم في ان الشات جي بي تي لسه نازل من شهرين، وفي خلال الشهرين ده وصل ان هو يعني يحوز على ثقة المؤلفين او اللي شغالين في مجال البحث العلمي ان هم كمان يكتبوه ككو اوثر. واكيد المؤلف ده مش يعني ما عملش كده يعني اعتباطا، لا، انت لو جيت لحقيقة الامر ممكن يرجع للكلام دوت انا قلته في الفيديو اللي فات، ان الشات جي بي تي دلوقتي امكانياته تؤهله ان هو فعلا يكتب بحث كامل، وخصوصا الابحاث المرجعيه. وانا قلت الكلام ده برضو في الفيديو اللي فات ان الابحاث يا جماعه الابحاث المرجعيه دي خلاص هتنتهي ملهاش لازمه، لان الشات جي بي تي ممكن يعملها في دقائق ويعملها باحترافيه كبيره جدا، فانا مش محتاج بقى اتعب نفسي في الابحاث المرجعيه بعد كده، لا، اتعب نفسك في ابحاث فعليه تقوم بيها في المعمل وتجارب والكلام ده كله، والشات جي بي تي برضو هيجي يساعدك في القصه دي. لكن كبحث مرجعي كمقدمة عن موضوع معين خلاص يبقى الشات جي بي تي من هنا ورايح هيبقى كو اوثر تقريبا في كل الابحاث، لان هو اللي هيقوم بالوظيفة دي من اول اقتراح عنوان البحث لكتابة المقدمة او الفكرة العامة عن البحث، وممكن كمان يعمل لك عليها ديسكشن بناء على الابحاث اللي اتنشرت في حاجة زي اللي انت اشتغلتها يعني. فده اللافت يعني، وده يجرنا لنقطة تانية أو تساؤل تاني، طيب وبعدين؟ يعني أصبح كده الشات جي بي تي أخد مكاننا في البحث العلمي؟ يعني كان مفترض مثلا الباحث دوت كان يحط اسمه ومعاه واحد تاني يساعده في الكتابة وخلاص، لكن كده معناها إن الشات جي بي تي هنا موجود ككو أوثر، إن هو أخد مكان كو أوثر تاني كان ممكن يبقى موجود، فده معناه ان خلاص الشات جي بي تي بيبتدي عملية الاستبدال البشر يعني في الوظائف اللي هم المفروض يعملوها، وخصوصا كمان الوظائف او الحاجات الانتلكشوال اللي هي قائمة على العقل او قائمة على التفكير او المجهود العقلي يعني او المجهود الذهني. فهل الكلام ده صحيح ولا ايه؟ فده كان الخبر، عاوزين نعلق عليه شوية ونجاوب على السؤال اللي انا سألته، هل فعلا الشات جي بي تي هيستبدلنا
ولا يعني احنا ممكن نتعامل معاه ازاي، ولا الموضوع هيمشي ازاي. انا هسيب لحضراتكم رابط البحث في الديسكريبشن اللي حابب يطلع عليه ويشوف طريقة كتابة الشات جي بي تي للأبحاث والكلام ده كله. تعليقي على الحدث ده ان الشات جي بي تي اصبح كو اوثر في الابحاث العلمية، واصبح يعني قادر على انتاج وكتابة البحث العلمي او المحتوى العلمي بشكل سريع وبشكل فعال زي ما حضراتكم مش كده شايفين في الصورة. خلاص يعني بقى عامل زي فعلا اللي هو الساحر اللي بيعمل بالعصاية بتاعته كده فيطلع ابحاث، هو ده حرفيا اللي بيحصل. انا هعمل بالعصاية كده، هو مش بالعصاية يعني، هدوس بس الكي ووردز بتاعتي وادوس انتر الاقي البحث اتكتب، يمكن اغير فيه حاجة بسيطة ومش هغير من نفسي كمان، انا هقول له هو يغير لي او يقترح لي او يحسن لي في الكتابة وهو هيعمل كده. فده حرفيا الصورة دي فعلا بتعبر عن اللي هيحصل بعد كده في كتابة الابحاث. وزي ما قلت لحضراتكم في الادبيات، في كتابة الأدبيات أو في كتابة الأبحاث المرجعية اللي هي كلها بتعتمد إن أنا بلخص أبحاث سابقة، لا موضوع التلخيص ده بقى يعني خلاص هيستبدلنا فيه فعلا الـ AI أو هيستبدلنا فيه فعلا الشات جي بي تي. فده كان إجابة برضو على أو تعليق على هل الشات جي بي تي أو المنصات المشابهة اللي قائمة على الذكاء الاصطناعي هتستبدلنا؟ أه هتستبدلنا في المنطقة دي او في الحتة دي بمنتهى الصراحة. فخلاص يعني لازم نعترف بالقصة دي، وده مش معناه الحقيقة هزيمة، وده ده هدف الفيديو النهاردة ان انا اوضح لحضرتك ان ده مش معناه خيبة امل مثلا او ان احنا ملناش لازمة. اوعى تنسى ان الانسان هو اللي عمل الشات جي بي تي اصلا في بداية الامر، والشات جي بي تي قائم الاي اي او التعلم الآلة أو الذكاء الاصطناعي هو قائم على خبراتنا إحنا، إحنا اللي مغذيينه، إحنا اللي معلمينه إزاي يتعامل كبشر، أوعى تنسى الكلام ده، ومن غيرنا هو ملوش لازمة. يعني هو ملوش وجود، يعني إحنا اللي الأساس في وجود زي منصات الشات جي بي تي وغيرها يعني. فأنا جاي أقول لك النهاردة يمكن الشات جي بي تي يقدر إن هو يحل مكانك في حاجة معينة، ده مش معناه ان انت خلاص كده مالكش لازمة، لا انت لازم تعرف ان انت كده لازم تطلع لمستوى اعلى وتاخد الشات جي بي تي معاك كأداة مساعدة. يعني ايه مستوى اعلى؟ بدل ما سيدي ما تقعد تكتب في ابحاث مرجعية وكلام كتير جدا، لا يا عم طور من نفسك وطور كمان من طريقة عرضك للمحتوى العلمي، وخصوصا ان احنا دلوقتي اغلب الناس يعني مش بتحب تقرأ، وده مش يعني حاجة وحشة يعني، لا خلاص عصر القراية انا برضو من وجهة نظري يعني في اضمحلال، يعني هينتهي قريب، بعد كده هيبقى عصر الصوت والصورة. يعني شايفين لحضراتكم دلوقتي الانترنت قد ايه سريع، وقد ايه دلوقتي وحدات التخزين كبيرة قوي تقدر تستحمل الفيديوهات، فاصبح اي معلومة دلوقتي زي ما انا بعمل مع حضراتكم دلوقتي، انا بقول لكم معلومة مش كتابة، انا بقول لكم معلومة صوت وصورة. فالتلقي المعلومة او حتى في العلم في البحث العلمي تلقي المعلومة هيكون عن طريق الصوت والصورة. فده اللي لازم حضرتك تعرفه دلوقتي. خلاص انا دلوقتي كمحرر او ككاتب للبحث العلمي الشات جي بي تي بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح اخذ مكاني، لكن ده معناه ان انا لازم ابتدي اطلع السلمة اللي فوق، اللي فوق الكلام ده، يعني اطور انا كمان من نفسي واخد النكست ليفل. النكست ليفل بالنسبة لي ان انا لازم هشوف بقى طريقة تانية، خلاص او مش طريقة تانية، هي طريقة upgradable يعني، يعني حاجة بقى ايه مستوى اعلى في ان انا انشر فيه البحث العلمي واخد كمان الشات جي بي تي بتاعي كوسيلة مساعدة. في الجراف اللي قدام حضراتكم دوت بيوصف قد ايه الكمبيوتر performance او اداء الحاسب الالي في اداء المهمات الحسابية وغيره بيتطور بشكل اسرع بكتير من الهيومن performance. وده مش معناه يعني ما تحطش الكلام ده ان الكمبيوتر احسن من الانسان، اوعى تحط نفسك في مقارنة مع الكمبيوتر. يعني هو الكمبيوتر دي اداة ليها يعني ليها وظيفة معينة، زي مثلا ما برضو ما تحطش مثلا نفسك مقارنة في مثلا في السرعة مثلا مع التشيتا او الفهد، هما اسرع منك لان ليهم وظيفه معينه. ما تحطش مثلا نفسك مقارنه مع الصقر او النسر من حد في حد في حته
حدة البصر. لا طبعا هم بصرهم احد منك، لان هم مخلوقين لحاجة معينة او ليهم وظيفة معينة، فانت ما تحطش نفسك في مقارنات هتتعب. لكن هل مثلا هيتساوى الفهد او التشيتا مع البشر؟ هل هيتساوى الفهد مع البشر عمرهم؟ هل هيتساوى مثلا حاجة زي الدولفين مثلا اللي بتقدر تعوم للاعماق، او حاجة زي الحيتان مع البشر؟ لا طبعا، كل واحد او كل كائن ليه قدرات خاصة بيتفوق فيها عن البشر بكتير، في قدرة لمعينة. لكن في المجمل البشر هم الأحسن في المجمل. وأنا بتكلم برضو في الحتة دي علشان ممكن تلاقي تقرير أو حاجة بيقارن الذكاء الاصطناعي بالذكاء الإنساني، يقول لك ده أنت خلاص كده أنت مالكش لازمة، ده هو دلوقتي الذكاء الاصطناعي هو اللي هيستبدلك بالكامل. الكلام ده يا جماعة مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط. هو الكمبيوتر فعلا احسن منا في سرعة الحساب، بيقدر يحسب اسرع منا، لكن هو فاهم هو بيحسب ايه؟ لا هو مش فاهم في الحقيقة، وهو مش هيقدر يعمل حاجة، ولا ان هو يتعلم، ولا ان هو حتى يتكلم زينا زي ما بيعمل الشات جي بي تي ويعمل الفانكشنز المذهلة دي بالنسبة لنا، الا عن طريق الديتا اللي احنا قلناها واللي احنا عملناها بالفعل. فانت لازم تبقى عارف كونك بشر او كونك انسان ده معناه ان انت مبدع، وهو ربنا سبحانه وتعالى خلقك كده، خلقك انسان بيتعلم من نفسه ومبدع بيخلق المعلومة او بيخلق الديتا. انت خلاق للديتا، هو ما بيخلقش، هو بيولف. يعني لو جيت في حقيقة الامر الشات جي بي تي بيعمل ايه؟ بيولف. يعني ايه بيولف؟ يعني عنده الديتا كتيرة قوي قوي، جاية من فين؟ مصدرها احنا كبشر، ويبتدي يولف من الديتا الكتيرة دي طبعا بقدرات حسابية كبيرة قوي، يولف من الداتا دي حاجة جديدة. يعني هو توليف مش اكتر ولا اقل. لكن انت كبشر لا، انت مختلف تماما، انت بتخلق حاجة جديدة خالص. وبالتالي تطور الاي اي مبني على تطورك كبشر. يعني لو يعني مثلا لو تصورنا ان البشر هيبطلوا بقى يتكلموا وهيبطلوا يفكروا وهيبطلوا يبدعوا، بطبيعة الحال هتلاقي برضو الـ AI هو كمان بينحدر، لأن هو مبني على الداتا اللي احنا بنطلعها أو اللي احنا بنخلقها. فأنت الجراف اللي زي دوت أوعى يكون محبط بالنسبة لك، ولازم تبقى عارف إن هي مقارنة في حاجة معينة. يعني أنت لو شفت هنا مثلا الكيرف دوت، الكمبيوتر بيرفورمانس أعلى منك بكتير وبيتطور بشكل أسرع منك بكتير، فهو في القدرات الحسابية فقط، لكن مش في القدرات الإبداعية، مش في القدرات الإبداعية. انت اقل منه في القدرات الحسابية، لكن انت خلاق معلومة. انت كإنسان يعني لازم تشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي، انت إنسان عندك عقل. ولحد دلوقتي أسرار العقل البشري مبهمة ومحدش عارفها. هو العقل البشري بس مش معمول عشان الكمبيوتيشن او عشان الحساب، لا، الحساب ده يقدر يقوم بيه الكمبيوتر، او الكمبيوتيشن يقدر بيه يقوم بيه الاي اي والكلام ده كله. لكن انت مبدع، لازم تبقى مدرك القصة دي علشان على اساسها تنقل نفسك للمستوى اللي بعد كده، اللي بعد كده اللي هو مش هينافسك في الكمبيوتر، مش هينافسك في الاي اي، ده بالعكس انت ممكن تستخدمهم عشان تطلع السلمة اللي بعد كده. برضو بلاقي في تقارير بتتنشر الفترة دي كضجة يعني على العمل الشات جي بي تي، ان خلاص الناس بتتنبأ بان الذكاء الانسان اخذ في الاضمحلال، يعني بيقل. وجايبين كده تشارت بيوصف في مستوى ذكاء الانسان اللي هو مقدر بحاجة اسمها الاي كيو ليفل، وان الاي كيو ليفل ده اللي هو يعتبر اندكس او مؤشر لذكاء الانسان بيقل مع الوقت. يعني من 1950 كان اعلى حاجة، ومع تطور الكمبيوتر وظهور الكمبيوتر في الفترة دي ابتدى الذكاء الانسان يقل. وبيتوقعوا احنا دلوقتي طبعا في 2023، بيتوقعوا ان مع تقدم الوقت او مع مرور الوقت ان الذكاء ده هيقل قوي قوي، لحد مش عارف بقى هيوصل لايه. يعني هيوصل مثلا نبقى حيوانات يعني، ولا يبقى قرود؟ فانا برضو صراحة مش متفق مع الطرح ده. لان يعني خلي بالك، في ممكن ناس توصل لكده. عارفين مين اللي هيستسلم واللي هيحط في ذهنه ان الذكاء الاصطناعي منافس ليه، ويحط نفسه مقارنة
معاه. لو حطيت نفسك مقارنة معاه، لا هو هيكسب اكيد، بس انت الحقيقة حاطط نفسك في مقارنة غلط. انت حاطط نفسك ان هو يعني ندي ليك او زيك بالظبط. الحقيقة هي هو مش كده، الحقيقة هو مش كده. فانا يعني ممكن اتفق مع الجراف ده او مع الطرح ده في ان الناس اللي هي هتسيب نفسها ان الاي اي هو اللي يقوم بكل حاجة وهو مش هيعمل حاجة، خلاص يبقى فعلا هو كده عقله ملوش لازمة، والحاجة اللي انت ما بتستخدمهاش بتنتهي. الحاجة اللي انت اللي ربنا الموهبة اللي مديها لك ربنا وانت ما بتستغلهاش ومش بتستخدمها، مع الوقت بتضعف وبتنتهي. فهي دي النقطة. فاذا كان يعني الكيرف ده بيدينا رسالة، فبيقول لك او الرسالة اللي تقدر تفهمها ان انت لا، انت ذكائك مش هيقل ولا حاجة، انت بالعكس بالعكس الوقت اللي كنت بتستهلكه في حاجات ملهاش لازمة زي الكتابة، زي اقتراح الافكار، زي شات جي بي تي بقى بيعملها دلوقتي، يبقى انت تقدر تعمل حاجات اعلى من كده. تبتدي تفكر ازاي تطلع بمستوى تفكيرك ومستوى ابداعك لحاجة اعلى من كده، اعلى من موضوع ان انت تلخص بحث مثلا، او ان انت تجمع داتا او الكلام ده كله، او انت تحلل داتا. لا، ده انت لازم دلوقتي تستشف وتقدر تطلع بالمعلومة اللي بتقولها لك الداتا. يعني هو الكمبيوتر يحلل لك الداتا، انت كعقل بشري بقى تربط وتعرف ايه الرسالة اللي بتقولها لك الداتا دي مثلا يعني. فالجراف دوت انا متفق معاه بنسبة 20% ومختلف معاه بنسبة 80%. وعاوز اقول لحضرتك ان لا، معظم البشر الواعيين اللي عاوزين ينجحوا، لا الكيرف مش هيبقى كده. انا بتهيألي ان الكيرف المفروض هيكون في الصاعد، ومش الاي كيو ليفل. الاي كيو ليفل دوت لو انت اعتبرت ان هو مقياس للحوسبة او القدرات الحسابية، فطبعا الكمبيوتر هو اللي هيفوز. لكن لو خدت مؤشر تاني بيقيس القدرات الابداعية، اعتقد ان البشر لا، في زيادة من الابداع. وكفاية ان هم طلعوا حاجة اصلا زي الشات جي بي تي يا جماعة، يعني ده لوحده دليل يعني قطعي على مدى ابداع البشر، ولسه هيستمروا في القصة دي ان شاء الله، وهيستمر الانسان في الابداع. طب الخص اللي انا قلته في الكام سلايد اللي فاتوا، ان دي مش لحظة هزيمة ومش لحظة انكسار ومش لحظة فقدان امل، بالعكس دي لحظة النكست ليفل. زي ما بقول لحضرتك، خلاص اللي فات اللي انت كنت بتتعب فيه وبتبذل فيه مجهود كبير قوي ده ارميه للتشات جي بي تي هو اللي يعمله، وانت خد النكست ليفل، شوف هتعمل ايه. وخصوصا بقى لو هنتكلم عن البحث العلمي، لازم نفكر ايه النكست ليفل في البحث العلمي، ازاي استخدم اداة فعالة زي التشات جي بي تي وزي الذكاء الصناعي بصفة عامة، ان هو ياخدني للنكست ليفل او المستوى الاعلى في البحث العلمي. ازاي اخليه يساعدني ان انا اقدر اكسر المدرسة القديمة اللي هي قائمة على الكتابة والقراءة، وانا ادون المعلومة بتاعتي او الفايندنج بتاعي او البحث بتاعي في مجرد حاجة مكتوبة او حاجة الناس تقراها، لا الى افاق اعلى والى مستوى اعلى. طيب في الكام سلايد اللي جايين دول هنتكلم من وجهة نظري ايه النموذج الجديد اللي احنا كباحثين لازم نهتم بيه ونطور قدراتنا فيه، عشان من وجهة نظري برضو ان هو ده هيبقى المستقبل للبحث العلمي. من وجهة نظري المتواضعة، النكست ليفل في البحث العلمي او في النشر العلمي على وجه الخصوص هتكون الفيجوالايزد اكسبيرمنتس. يعني النموذج الحالي قائم على ان انا بعمل تجربة في المعمل، بلاقي نتيجة او observation في المعمل، اخد الكلام ده كله النتائج والobservations واكتبها في مخطوطة او في بحث مكتوب، وابتدي اروح لدار نشر اقول لها والله ديت الفايندنجز اللي انا لقيتها، والله انشري البحث ده. فالمجلة برضو بدورها تنشر البحث في شكل مقروء. فده النموذج الحالي. النموذج الحالي في وجود الشات جي بي تي يعني خلاص بينتهي، لان الشات جي بي تي قادر على يعني اختراق النموذج ده والعمل بالنموذج ده احسن منا بكتير. طيب ايه النموذج التاني اللي لازم انت تنقل نفسك ليه، او لازم احنا كباحثين علميين او ناس شغالين في العلوم والكلام ده وفي البحث العلمي بصفة عامة ان احنا نبتدي نشوفه او ان احنا نطوره؟ هو الفيجوالايز اكسبيرمنت.
يعني ما دام خلاص الانترنت بقى سريع ويسمح بان انت تعمل فيديو وتخزن فيديو، لا يبقى لازم الاكسبيرمنت بتاعتك او الفايندنجز بتاعتك تبقى بالصوت والصوره، وعليها تاثيرات صوتيه وعليها تاثيرات بصريه، لان الصوره بألف كلمه زي ما بنقول كده في المثل، الصوره بألف كلمه، وده حقيقي. يعني انا من خلال صوره او من خلال جراف او من خلال انفوجراف ممكن توصل لي يعني باراجراف كامل او تشابتر كامل على طول في صورة واحدة او في صورتين. نفس الكلام في فيديو، اما بقى لو بنقول ان الصورة بألف كلمة، امال الفيديو هيبقى بايه بقى؟ الفيديو طبعا بكتاب كامل، انا في خلال فيديو اهو وصلت لك تصور كامل عن الشات جي بي تي وعن تأثيره والكلام ده كله في فيديو مش هيكمل 30 دقيقة. فده النموذج اللي انا يعني شايف ان المستقبل هيكون فيه بالنسبة للنشر العلمي والبحث العلمي، ان الابحاث هتكون بشكل فيديو وبشكل صوت وصورة، وفي تأثيرات والكلام ده كله، تأثيرات صوتية وتأثيرات بصرية. ويمكن الحقيقة يعني النموذج دوت اول حد بدأ فيه هو جورنال، ساينتفك جورنال الحقيقة، وموجود موجود بقاله فترة، يعني بقاله مثلا بتاع معرفش بالظبط قد ايه، بس يعني ممكن نقول من 5 سنين او 6 سنين فاتوا، بس لسه ما كانش واخد الصدى الكبير ده، او لسه ما خدش صدى الحقيقة كبير، لان لسه النموذج الاول القائم على الريدنج، الرايتنج اند ريدنج، هو لسه المهيمن. لكن مع ظهور الشات جي بي تي اظن ان الدنيا هتتغير، وان الجورنال ده اللي هو اسمه جورنال اوف فيجواليزد اكسبيرمنتس، يعني الجورنال او جريدة الفيجواليزد اكسبيرمنت او التجارب المتلفزة او التجارب اللي موجودة على او اللي منشورة على هيئة فيجوالز او على هيئة فيديوز. هسيب لحضراتكم لينك الجورنال دوت، واختصار الجورنال ده جي او في اي او جورنال اوف فيجواليزد اكسبيرمنتس في الديسكريبشن، حضراتكم ممكن تبصوا عليه. وزي ما قلت لحضراتكم هو جورنال رائع جدا وظاهر بقاله فترة، لكن هيكون ليه صدى الفترة اللي جاية دي كبير قوي، لان دوت النموذج المطور او النكست ليفل زي ما بقول لحضراتكم في النشر العلمي. خلاص الناس مش هتبقى حابة انها تقرا، وبرضو موضوع الكتابة سهل ومتوفر، والقاعدة العامة ان كل حاجة متوفرة وسهلة بتبقى رخيصة، فالحاجة او قيمتها بتقل. ف يعني الرسالة اللي عاوز اقولها لحضراتكم من السلايد دي هي ستوب ريدنج، وقبل ستوب ريدنج ستوب رايتنج. الشات جي بي تي يعني احسن منك في القصة دي خلاص. فانت دلوقتي ابتدي انقل الخبرة بتاعتك، انقل الفكرة بتاعتك، البحث بتاعك او الحاجة اللي انت عملتها في المعمل، انقلها للناس صوت وصورة عشان يعيشوا معاك التجربة. وبالتالي انت كده بتثري العلم بشكل كبير قوي، لان انت مش بس بتكتب حاجة انت لقيتها، لا ده انت بتعيش الباحث اللي هيشوف الحاجة بتاعتك، هتعيشه في اجواء اللي انت عشتها، هتعيشه في التجربة نفسها. وحتى التريكات اللي احيانا ما تبقاش موجودة في البحث وبتتأثر بشكل كبير جدا في جودة النتائج، من مثلا نوع الجهاز اللي بتستخدمه، بتعمل التجربة دي ازاي، حتى الحرفة اليدوية، يعني مثلا انت بتشتغل في المايكروبيولوجي، انت بتزرع ازاي، بتعمل الطبق بتاعك ازاي، بتعمل ستريكنج ازاي، بتشتغل في اللامنر فلو مثلا من جوه من بره. التفاصيل الصغيرة قوي دي عمرها ما هتكون موجودة في بحث مكتوب، لكن لو بحث مصور لا، تأثير البحث المصور او المعمول على شكل فيديو تأثيره هيبقى اكبر بكتير من البحث المكتوب. فده من وجهة نظري مرة تانية زي ما بقول لحضراتكم هيكون النكست ليفل، ولازم ان حضرتك تطور نفسك فيه من دلوقتي، المهارات المطلوبة من حيث مثلا التأثيرات البصرية، التأثيرات السمعية والصوتية، تدرب نفسك عليهم، لان دوت هتبقى في خلال الكام سنة اللي جايين هتبقى هي طريقة النشر، ان انت تعمل بحث على شكل فيديو وتنشره للناس على شكل فيديو. فانا جاي لحضرتك من المستقبل اهو. طبعا ده من وجهة نظري، يعني انا عاوز الناس تاخد الكلام ده مش ان هو حقيقة مطلقة، يعني ده وجهة نظر متواضعة وقرايتي للمشهد دلوقتي. بقول لحضرتك انا جاي لك من المستقبل وبقول لك ان البحث هيكون بالطريقة دي، او نشر البحوث بصفة عامة هتكون بالطريقة دي، وان الشات جي بي تي في الحالة دي هو مش هيحل مكانك،
هو مش هيعمل الفيديو مكانك، لا، الشات جي بي تي هيساعدك في القصة دي. طيب الشات جي بي تي هيساعدك ازاي في القصة دي؟ انت حضرتك دلوقتي دخلت المعمل، عملت التجربة بتاعتك، صورت التجربة بتاعتك، طبعا انت ممكن تعيد مرة واثنين وثلاثة وتغلط مرة واثنين وثلاثة وتوصل لأحسن طريقة تعمل فيها التجربة هي دي اللي تصورها وتعيش زي ما قلت لحضراتكم الباحث اللي هيشوف الفيديو بتاعك في أجواء التجربة نفسها ويشوف كل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، وبعد كده تمنتج الفيديو بتاعك ده وتحطه في أحسن شكل وفي أحسن صوت وفي أحسن جودة وتنشره. طيب ممكن الشات جي بي تي يساعدك في ايه؟ ممكن الشات جي بي تي بعد كده ياخد الفيديو بتاعك، المحتوى بتاعك المسموع او اللي على شكل فيديو ده يحوله الى تكست بس، خلاص يعني الموضوع بسيط. وعلى فكرة هو بيعمل كده دلوقتي، يعني في حاجة اسمها التفريغ الصوتي، ممكن في ناس بتعمل التفريغ الصوتي دوت بنفسها، لكن الشات جي بي تي هو لسه قدراته في الحتة دي مش مطورة قوي، لكن خلاص يعني الموضوع وقت، القصة كلها قصة وقت، وهيبقى الشات جي بي تي قادر على ان هو يفرغ الفيديو ده الى تكست وخلاص. لو انت عاوز حاجة مكتوبة خلاص ممكن يعملها لك الشات جي بي تي وتنشرها بقى كمرفق للفيديو بتاعك مكتوب، مفيش مشكلة، بس مش انت اللي تعمله بقى، هو الشات جي بي تي هو اللي يقوم بالعملية دي، او الذكاء الاصطناعي في اصدارات مختلفة غير الشات جي بي تي هي اللي ممكن تقدر تقوم بالقصة دي مكانك في الكتابة. لكن انت كل اللي عليك ان انت تعمل التجربة بتاعتك بشكل جيد وتصورها بشكل جيد، تحط فيها التأثير الصوتي او السمعي بشكل جيد عشان يوصل المعلومة او يوصل النتيجة اللي انت لقيتها في التجربة بتاعتك للمستمعين او للباحثين الاخرين بشكل واضح وبشكل فعال، وتقدر تأثر فيهم النتائج أو الفكرة بتاعتك بشكل كبير. خلاصة الكلام بتاع الفيديو ده إن إحنا دلوقتي في نقطة تحول كبيرة في كل مناحي الحياة الحقيقة، لكن أنا جاي بكلمك على البحث العلمي، إن إحنا في نقطة يعني محورية هتنقلنا لافاق جديده ونكست ليفل، لازم انت تكون مستعد ولازم حضرتك تبقى عارف ايه الخطوه الجايه وتستعد لها من دلوقتي. الذكاء الاصطناعي، باكد مره تانية علشان ما تتاثرش بالكلام السلبي اللي بتسمعه على الانترنت، الذكاء الاصطناعي مش هيستبدلنا يا جماعه. يعني انا جايب لك الصوره دي كنوع من انواع التهديد او حاجه زي كده، لا، الذكاء الاصطناعي مش هيستبدلنا، لكن اللي بيستخدم الانسان، اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي هو اللي هيستبدلك الحقيقة، لأن هو هيبقى أقوى منك، لأن هو مبدع، كونه كإنسان فهو مبدع وعنده قدرات إبداعية، وكمان بيستغل القدرات الحسابية الهائلة بتاعة الذكاء الاصطناعي، فهيتخطاك أكيد وهيستبدلك. فأنت لازم تكون ready. Are you ready؟ السؤال ده أنا قلته في الفيديو اللي فات وبطرحه تاني في نهاية الفيديو النهاردة. Are you ready؟ هل انت مستعد؟ اه، لازم تبقى عارف ان احنا رايحين بسرعة نحو المستقبل اللي هو ان شاء الله هيكون احسن وافضل، لسه هنكمل ابداع في حاجات وادوات هتساعدنا لتيسير الحياة علينا، وفي نفس الوقت لتعظيم الفاليو اللي في ايدينا. يعني العلم ده فاليو كبيرة قوي، قيمة كبيرة قوي، ابتدت من بداية اختراع القراءة والكتابة، اختراع الكتابة الأول، يعني ده كان اختراع عظيم جدا في فجر التاريخ الإنسان أو التاريخ البشري. هو كان اختراع أصلا، ما كانش فيه كتابة وما كانش فيه قراءة، اخترعوا الكتابة واخترعوا التدوين ومشينا على الكتابة لحد ما وصلنا للنقطة دي اللي هي بقى التطور الطبيعي. خلاص، stop reading stop writing، اعمل فيديوز واتكلم مع الناس، والشات جي بي تي هو اللي هيقوم دلوقتي بعملية الريدنج مكانك او عملية الرايتنج مكانك. فيعني ده اللي حابب اقوله لكم، او الفكرة اللي عاوز اوصلها في الفيديو ده، واتمنى ان الناس يعني تبتدي تطور من مهاراتها في كل المهارات الحقيقة، وتشتغل على نفسك كويس، والناس اللي شغالين في البحث العلمي يبتدوا بقى خلاص يأهلوا نفسهم للنكست ليفل اللي كل اتكلمنا عنه. في النهاية حابب أشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ويمكن أول مرة يعني أنوه في الفيديو إن الناس تحاول تدعمنا
باللايك وبالاشتراك في الاشتراك في القناة، لان انا برضو يعني ما اخفيش عليكم يعني لقيت ان اليوتيوب يعني بيروج الفيديوز او المحتوى بشكل احسن لما يلاقي عليه تفاعل ولما يلاقي اشتراكات في القناة. فالحقيقة دي كانت نيتي، يعني ان المحتوى اللي بنسجله او المحتوى اللي بعمله يوصل لاكبر قدر من الناس. فبطلب من حضراتكم يعني اللايك والاشتراك في القناة والمشاركة المحتوى، لو لقيت المحتوى ده مفيد بالنسبة لك حاول تشاركه مع غيرك بحيث ان هو ينتشر وان هو يوصل لاكبر قدر من الناس. وبرضه في النهاية بفكر حضراتكم بمنصة باي انفورماتيكا، هسيب اللينك بتاعها في الديسكريبشن للي عاوز يتعلم الباي انفورماتكس، اللي عاوز يتعلم كومبيوتيشنال بيولوجي، اللي عاوز يتعلم حتى كتابة بحث علمي، اللي عاوز يتعلم الطريقة الجديدة في إنتاج المحتوى العلمي سواء أبحاث أو غيره بالصوت والصورة. برضو إن شاء الله أنا كأول المبادرين في قصة نشر البحث العلمي بالصوت والصورة إن شاء الله هنعمله، وأي أبحاث إن شاء الله هنشرها الفترة اللي جاية هحاول أجيب لها ملخص بالصوت والصورة وأقول لكم اتعامل إزاي والتجارب كانت ازاي والكلام ده كله. يمكن انا برضو بنزل في بعض الفيديوهات القديمة شوية فيديوز عن المولوكولار داينامكس والسيميوليشن والحاجات دي كلها كنوع من انواع الاثراء او كنوع من انواع تلخيص البحث في صورة فيديو يعني. فحابب اشكركم مرة تانية على حسن الاستماع، والقاكم ان شاء الله في فيديو تاني قريبا باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.